إذن متابعينا الكرام، هنا التواصل، هنا التحدي يستمر وانطلاقة شوط تلو الآخر. نرحب بحضراتكم، نرحب بكل الشعارات، بكل الحاضرين، بكل المتابعين لهذا المسار وهذا الشوط العاشر الذي يحمل هذه الأسماء من الجعدان. هنا الصدارة الأولى والمركز الأول يأتي في هذه اللحظات. نايف لعبيد محلوس بذيبان العامري يتقدم مع نايف بعدما قدم لنا الشامخة في الشوط الماضي، يبحث عن ناموس جديد وعن نقطة ثانية في هذا أيضا المسار. بينما المركز الثاني، هنا التواصل والقدوم في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء، من ايضا والم عبد الله بن سهيل بن طماطم العفاري يقدم لنا والم بعدما قدم لنا معزز، ايضا يبحث عن نقطه ثانيه. بينما هنا التواصل وهنا الدخول من الرهاوي وسعيد بن سالم بن علي الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الاسماء. بينما ثالث الاسماء هناك الدخول وهناك التواصل من الشامي لمسلم بن ناصب يعان الشامسي يتواصل في هذه اللحظات مع رابع الاسماء. بينما المركز الخامس هناك الدخول ايضا من اشقر سعيد بن سلطان بن راشد القتبي، هنا يتواصل في هذه اللحظات على خامس الاسماء. بينما سادس الاسماء هنا مبهر وسالم بن سعيد ايضا بخليفه الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على سادس الاسماء. بينما سابع الاسماء هنا التواصل وهنا القدوم من شعار مبارك بن سعيد بن سلم بن حمرور العامري يقدم لنا الكينج هنا على ايضا سابع الاسماء. بينما ثامن الاسماء هنا التواصل وهنا القدوم ايضا من شايم وسعد بن محمد بن الشرقي العفاري يتواصل على ثامن الاسماء. بينما تاسع الاسماء هنا التواصل ايضا متابعي الكرام ايضا من عهد ومحمد بن سهيل بن دليله العامري يقدم لنا عهد على تاسع الاسماء. بينما عاشر الاسماء هناك التواصل وهناك الغدوم من الظبي لسهيل بن رملي بن محمد العامري. هذه النتيجه للعشره الاسماء المتقدمه الاولى. لنبدا ايضا ونعود الى الصداره، لنعود حيث البدايه الى شعار بن حلوس يتقدم في هذه اللحظات. شعار الناموس يتواصل في هذه اللحظات مع نايف. نايف ياتي على خطى الشامخة، ياتي على خطى الشامخة نايف في هذا المسار، ياتي بالاندفاع الرائع والجميل. بينما ثاني الاسماء هنا شعار سالم بسعيد بخليفة الدرعي يتواصل في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل أشقر السعيد بن سلطان بن راشد القتبي هنا يتواصل في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذا المسار. وهنا الكينج يصل في هذه اللحظات، الكينج يتقدم في هذه اللحظات مبارك بسعيد بن سلم بن حمرور العامري مع الكينج. ولكن بن حلوس قادرهم وراح، قادرهم وراح مع نايف. نايف يبي يضيف النقطة الثانية. الكينج غادم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. هنا متابع كلام مبارك بن سعيد بن سلم بن حمرور العامري، ولكن نايف ياتي بالناموس، ياتي بالانتصار، ياتي بالإبداع. هنا عبيد بحلوس بالذبان العامري أسعدت صباحا بو حمد، تهانينا وناموس. والنقطة الثانية الكينج مع المركز الثاني، تهانينا ايضا لشهاب.
هناك مشاهد العزاء تهانينا لمالك الكينج مبارك بن سعيد بن سلم بن حمر العامري على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء كان الدخول مشاهد العزاء متابعي كرام مشايم لسعيد بن محمد بن شرقي العفاري. عودتنا بالتاني والناموس لمالك نايف عبيد محلوس بذبان العامري من خطف ناموسي هذا الشوط. التوقيت الزمني كان أيضا 4:42:83 جزءا من الثاني تهانينا والناموس.